السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. النهاردة جايب لكم موقع تقدر عن طريقه تزود عدد مشاهدين اليوتيوب والاشتراكات واللايكات، ولو عندك صفحات فيسبوك أو تويتر أو جيميل أي حاجة تقدر عن طريق الموقع ده تزود عدد المشتركين أو المشاهدات أو اللايكات. دي واجهة الموقع قدامكم. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تفعل زر الجرس وتعمل مشاركة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، دعمونا في القناة. دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين، هندوس من هنا تسجيل، نخش من هنا هتكتب هنا الاسم وهنا الايميل وعادة الايميل والباسورد وعادة الباسورد والجنسية والبلد، وتدوس على زر الكابتشا. بعد كده تعمل اشتراك في الموقع، يبقى انت كده عملت اشتراك في الموقع بنجاح. هنجي على دخول الموقع، هتكتب هنا الاسم وهنا الباسورد وهندوس تسجيل الدخول. كده ايه الموقع من الداخل. في هنا عندك رابط احالة اهو، لما بتنشر الرابط الاحالة ده بتاخد عليه 300 نقطة. ماشي. طريقة العمل في الموقع ازاي؟ بتخش هنا على اليوتيوب مثلا مشاهدات فيديو، بيجيب لك الفيديوهات كده، وانت بتحط الفيديو بتاعك بيجي بنفس الطريقة. عايز تعمله مشاهدة اشتراك اي حاجة بتجي نفس الطريقة. هنعمل ايه مشاهدة؟ انا عندي هنا 1327 نقطة زي ما انتم شايفين. مدة الفيديو 30 ثانية، هندوس كده. خد بالك من الرقم هنا 1327 نقطة. معلش هخليكم معايا لحد ما الفيديو يخلص، بس عشان ايه الشرح يوصل لكم صح. 1327 نقطة زي ما انتم شايفين، العداد بيعد تحت اهو. على المشاهدات تاخد 9 نقط. تمام كده الفيديو ايه خلص. هندوس هنا كده تخطي من هنا هير، شفت 9 نقط اضافوا فوق بقى 1336 نقطة. والمشاهدات نفس النظام، والاشتراكات نفس النظام، كله بقى يكتبولك كده. تمام. هنعمل ازاي بقى نحط الصفحة بتاعتنا او القناة بتاعتها، نحطها ازاي؟ هنيجي من هنا اهو، هندوس هنا على السهم ده هيفتح لنا الخانة ديت فيها الفيديوهات واليوتيوب والفيسبوك وكل حاجة. يعني مثلا عايز اعمل اشتراكات يوتيوب او مشاهدات يوتيوب، مشاهدات او مشاركة كله نفس النظام. هتكتب هنا مشاهدات يوتيوب، خليها زي ما هي. هتحط هنا رابط الفيديو بتاعك وهنا اسم القناة، وهنا بتحدد النقط اللي انت هتديها للمشاهد اللي هيشوف القناة عندك. ودي سيبها زي ما هي، ودي سيبها زي ما هي برضو. والجنسية حدد الجنسية بتاعتك، ودي سيبها زي ما هي. وبعد كده دوس اضافة، يبقى انت كده ايه حطيت الفيديو بتاعك والقناة بتاعتك نفس النظام لو انت ايه عايز تحطها. وبتدوس هنا صفحتي، دي صفحتك على الموقع اهو. انا هحط الفيديو بتاعي وجالي ايه 4 اشتراكات عن طريق الموقع. تقدر تشوف تعرف اشتراك كام واحد اشترك، النقط انت حطها كل حاجة ايه تبقى في صفحتك هنا. وهنا كل حاجة زي ما قلنا ايه نفس النظام، صفحة فيسبوك، هنا رابط الاحالة بتاعك بتاخد عليها 300 نقطة لو حد سجل عن طريقك. تمام. في مكافأة هنا لو عديت 1000، لو عديت 100 نقرة على فيديو او صفحات او اي حاجة بيديك 100 نقطة هدية.
الميت نقطة تاخد 400 نقطة، بتاخد 100 نقطة ايه هدية. ولو في اي استفسار عن الموقع ممكن تسيبولي تعليق اسفل الفيديو. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. ومتنسوش تدعمونا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.